السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله مالح حلو. هذه الحلقه هذه اختاريت انني ندير لكم لانتروديكسيون نهضر معكم شي شويه. القناه ديالي في الحقيقه انا ما كنحطش فيها بزاف ديال الفيديوهات لجوج ديال الاسباب. السبب الاول لانني عاد ولدت والبيبي شويه صعيبه بزاف وما كنلقاش الوقت. السبب الثاني انني ما كنبغيش نحط الوصفات كيف ما كانوا، خاصني لازم تكون عندي وصفه اللي هي ناجحه وانا مجرباها، وباش ملي كنعطيها لكم كنعطيها لكم انا مطمئنه. ما كنبغيش ندير كل نهار وصفه، لان كل نهار وصفه راه ما يمكنش يكونوا وصفات في المستوى ونعطيو كل نهار وصفه. راكم عارفين اللي كتدخل الكوزينه واللي كطيب لهذا عارفه بان الوصفات خاص نعطيهم الكانال خاطر يكونوا عندنا لي زانغغيديون. وصفات بدون فرن يمكن تكون عندي وصفه ولا جوج في القناه، ولكن ما يمكنش نهائيا. وصفات ديال الزربه، وصفات العشوائيه، والوصفات التجاريه باش كنديروا البوز وباش كيطلعوا نسبه المشاهدات. انا ما كنعرفش نديرها في الحقيقه. انا تعلمت ندير الوصفات بكاس العنبه لان تعطوني وصفات بكاس العنبه ونجحوا لي، عاد قديت انني نصورهم. انا الوصفات اللي كندير كلهم شويه مضبوطين وهذا استحملوني، ما عندي ما ندير. وهذا الشيء كله لمصلحتكم باش الوصفات اللي تجربوها من عندي تنجح لكم 100% وما تضيعوش في لي زانغغيديون ديالكم. أرجو الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر ثم على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. في المقادير كنحتاج 5 ديال البيضات، عندي بكية ديال الكاوبيل، هذا بودر ديال الشكلاط حلو 100 غرام فيها، عندي جوج ديال الفاني، جوج ديال الخمارات 14 غرام، 4 الكيسان ديال دقيق مغربل دقيق ابيض، عندي شويه ديال الملحه، جوج كيسان ديال الزبده مذوبه. انا كنعبر بكاس العنبه، يمكن لكم ديروا كاس الزيت وكاس ديال الزبده. جوج كيسان ديال السكر. غادي نوزن بالميزان باش كلشي يبقى على خاطرو، باش نعطي الميزان مضبوط. بالنسبه للسكر 225 غرام، كاكاو بيل بكية فيها 100 غرام، الزبدة أنا شارية بكية ديال 200 غرام ودوبتها، عطاتني جوج كيسان ديال العنبة ما عامرينش بزاف. الخمارات معروف الوزن ديالهم، كل صاشية فيها 7 ديال الغرام، عندي جوج. جميع المكونات كنديرهم في نفس الوقت. بالنسبة للدقيق الوزن مضبوط هو 380 غرام. غادي نطرب بالباتور لمدة ديال 5 دقائق. بالنسبة للحشوة غادي نحتاج 60 غرام ديال الكوك اللي هو كاس ديال العنبة زائد كاس ديال حليب المركز المحلى نستلي. غادي نخلطهم بجوج، نخلطو فيه. غادي ناخذ مول ديال 25 سنتيم حتى 26، غادي ندير نص ديال الخليط فيه. ثم غادي ناخذ هاد الحشوه هذه ونديرها في الوسط، هي قاصحه شي شويه، نديرها بيدي. الحشوه يمكن لكم ديروا الحشوه اللي بغيتي، وتقدروا ديروا اللوز تخلطوها مع نستلي، ديروا اي حاجه، ديروا الكوز لا بودغ ديال اي حاجه تخلطوها مع نستلي وتعمروا بها. عاود غادي ندير النص الاخر ديال الكيك.
غادي ندخلها للفران حراره متوسطه 180 درجه، نشعل من تحت فقط لمده 30 دقيقه. بعد ما خرجت الكيكه من الفران بحال هكذا، خدات لي تقريبا 60 دقيقه، زولتها من المول، زولت هذاك البافي سوفيريزي باش ما يبقاش، باش غادي نسقيها بكاس ديال الحليب ربع لتر تقريبا، كاس ديال الحليب سخون سخنتو غليتو، ديك لو كاوبيل معلقه كبيره او جوج صافي، وكنسقي. من الاحسن اننا نتقوها شي شويه بحال هكذا باش داك السقيه تدخل لها مزيان صافي، وكنخويها ليها. بعد ما الكاطو ديالنا برد مزيان غادي نزينو، وكل واحد على حسب التزيين ديالو. انا عندي شوكولا منزلي ديال الدهن غادي نزينو به. غادي نزين بشويه ديال الكوك، تزين خلاص تبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد. وغادي نزينها بشويه ديال حبيبات الشوكولا، الشكل النهائي ديال لو كاطو هو هذا. غادي نشوفوه من الداخل كيف جا، هو كاطو رائع، كنتمنى انكم تجربوه، كنتمنى الفكره تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم حلقه اليوم ديرو جيم لا فيديو، تشاركوا معايا في لاشين ديالي ملح حلو على يوتيوب، وفي لاباج فيسبوك ملح حلو، وبالصحه والراحه.